دكتور محمود امين، دكتور جراحه التجميل، جاي اتكلم معاكم النهارده عن موضوع مهم جدا وهو خياطه الجروح. خياطه الجروح هي مهاره زي اي مهاره لها اسس علميه تحتاج لتدريب وممارسه عشان تبقى احسن واحسن. وفي الفيديو ده هنتكلم عن خياطه الجروح بشكل عام. اول حاجه ان شاء الله هنتكلم عنها هي الالات اللي بنستخدمها في الخياطه. ثاني حاجه هنتكلم عن الخيوط وانواعها وتقسيماتها المختلفه. ثالث حاجه هنتكلم عن انواع الجروح واشكالها. رابع حاجه هنتكلم ازاي ندي البنج قبل الخياطه. وخامس حاجه هنتكلم عن انواع الغرز وازاي ناخد كل غرزه بالطريقه الصحيحه. لما نيجي نتكلم عن الالات المستخدمه في عمليه الخياطه، اول اله هنتكلم عليها هي النيدل هولدر او ماسك الابره. بيبقى بالمنظر ده كده، له ماسكه معينه بيتمسك بصباعين، الصمب والرينج بالمنظر ده، وبنثبت الابره بتاعتنا هنا، وفي لوك زي ما انتم شايفين كده اللي هو ده، بنقفل عليه على الابره والاندكس فوق نثبت النيدل هولدر. والحركه اللي بنعملها عشان ناخد بيها الغرزه هي حركه بتكون جايه من مفصل الريست كده بالمنظر ده. تاني آلة معانا هي الفورسبس او الجفت، وده في منه نوعين، نوع بسن زي ما هو واضح كده، ونوع من غير سن. النوع اللي بسن ده بنسميه توست، والنوع اللي من غير سن بنسميه نون توست. ودول بنستخدمهم ان احنا نرفع الايدج بتاع الجرح او حافه الجرح واحنا بنخيط. آلة كمان مهمه معانا هي المقص، وده استخدامه سيمبل جدا، بنقص به الخيط، بيتمسك بالمنظر ده ونقص به الخيط. لما نيجي نتكلم عن اول غرزه معانا هي غرزه سيمبل انتربتد. اول حاجه بنفتح الخيط بتاعنا بالمنظر ده، نمسك النيدل هولدر زي ما اتعلمنا ونطلع الابره. الابره ليها ماسكه معينه، بنقسم الابره لثلاث تلات. بنمسك الابره من عند تلتها الاولاني بحيث يكون تلتين الابره بره والتلت جوه. نمسك معانا التوست بتاعنا ونبدا ناخد الغرز. بنرفع حافه الجرح كده بالتوست زي ما احنا شايفين، ونخش نص سنتي قبل حافه الجرح، ونطلع في الجاب ما بين الحافتين، ونطلع الابره بالمنظر ده. مهم جدا ما نمسكش الخيط، مهم جدا ما نمسكش الابره بايدينا عشان ما يحصلش اي غلط وممكن نتشك. تاني خطوه بنخش في النص في الجاب ما بين الحافتين، ونطلع نص سنتي في الايدج الثانيه، وبكده نكون دخلنا في التو ايدجز. نبدا نلف الخيط مره اثنين على النيدل هولدر، ونمسك طرف الخيط كده ونشد. بالمنظر ده كده اتكونت اول عقده. بناخد مره ثانيه فوقيها ومره كمان، وبكده نبقى عملنا الغرزه السيمبل. بنقص الخيط بتاعنا بالمقص، بنسيب بالنص لسنتي عشان لما نيجي نفك الغرزه فيما بعد نعرف نفكها بسهوله، ما يبقاش فيه اي مشكله واحنا بنمسك الخيط. تاني غرزه معانا هي الغرزه اسمها ماترس. لما نيجي نتكلم عن الغرزه الماترس، في منها نوعين، نوع فيرتيكال ونوع هوريزونتال. تاني غرزه هنتكلم عليها هي الغرزه الفيرتيكال ماترس. اول حاجه بنمسك حافه الجرح بالتوز زي ما احنا اتعلمنا كده، ونخش من مسافه بعيده حوالي 1 سنتي، ونطلع في الجاب ما بين الحافتين. بنمسك الابره زي ما احنا اتعلمنا مش بايدينا، ونشد الخيط، وبعدين نرفع الايدج الثانيه ونخش في نفس الليفل بتاع الدخل الاولانيه، ونطلع برضو 1 سنتي بعيد عن حافه الجرح. وبعدين نقطه مهمه جدا، بنقلب الابره بتاعتنا بالمنظر ده ونخش باك هاند، نرفع حافه الجرح ونخش في نفس الليفل اللي خرجت منه بس نص سنتي قبله، ونطلع من النص كده، وقدامها الناحيه الثانيه بنخش من الجهه في النص ونطلع نص سنتي في نفس الليفل بتاع الدخل الاولاني. وبالتالي بيكون طرفين الخيط زي ما احنا شايفين على ناحيه واحده من الجرح، والعقده بتاعتي بتكون على ناحيه واحده. بنلف لفتين على النيدل هولدر زي ما احنا متعلمين، ونشد غرزتنا بالمنظر ده كده، لفه كمان عليها ولفه كمان، وبكده عملت الغرزه الماترس زي ما احنا شايفين. نقص بقيه الخيط
وزي ما اتفقنا بنقص من نص لسنتي عشان نعرف كل غرز. لما نيجي نتكلم على غرزه هوريزونتال ماتريس بنفس الطريقه المعتاده بتاعتنا، بنرفع الايدج بالتوز بتاعنا ونخش من مسافه حوالي 1 سنتي ونطلع في الجاب في النص ما بين الحافتين، ونخش من الجاب تاني ونطلع حوالي 1 سنتي. بنقلب الابره بالمنظر ده كده بحيث تبقى باك، هناخدها باك هاند. بنخش في نفس الليفل بس الهوريزونتال ليفل، مش الفيرتيكال ليفل زي الفيرتيكال ماتريس، بنخش في نفس الهوريزونتال ليفل بالمنظر ده كده ونطلع في الجاب في النص ما بين الحافتين، وبعدين نخش في الايدج الثانيه في نفس الليفل برضو بتاع المكان اللي دخلت منه، وبكده بقى طرفين الخيط برضو عندي في ناحيه واحده. بنلف كالمعتاد لفتين على النيدل هولدر ونشد، وبكده الجرح قرب زي ما احنا شايفين، والغرزه بقت عندي على ناحيه واحده. بنلف عليها لفه كمان ولفه كمان، ودي كده الغرزه الهوريزونتال ماتريس. بعد كده بنقص الخيط بتاعنا من نص لواحد سنتي. بعد كده هنتكلم عن الغرزه السيمبل رانينج سوتشر، ودي في منها نوعين، في سيمبل رانينج وفي سيمبل رانينج لوكد. الغرزه سيمبل رانينج ميزتها ان هي سريعه جدا، مش بنحتاج نقعد كل غرزه، بتتاخد بالمنظر ده. اول حاجه بنرفع حافه الجرح بالمنظر ده وناخد غرزه سيمبل عاديه جدا، زي ما احنا متعلمين طريقه الغرزه السيمبل. وناخد الغرزة السيمبل بتاعتنا بالطريقة دي. ولكن ما بنقصش الخيط، بنكمل بعديه على طول، بنخش من حافة الجرح ونطلع في الجاب زي طريقة الغرزة السيمبل بالظبط. ونخش قدامها في الايدج الثانية ونطلع بالمنظر ده. في الغرزة سيمبل كنا بنعمل عقدة ونقص الخيط، هنا مش هنعمل عقدة ومش هنقص الخيط، بل هنكمل متواصل، وعشان كده اتسميت كونتينوس. نطلع نخش في ايدج ونطلع في الجاب، نخش في الايدج الثانية في الجاب ونطلع في الايدج الثانية، نخش في ايدج ونطلع في الجاب، نرفع الايدج الثانيه ونخش فيها، وهكذا لغايه ما نيجي عند اخر غرزه بالمنظر ده، ولتكن هي دي هتبقى اخر غرزه معانا. مش بنقفل، مش بنشد الخيط على الاخر، ولكن بنلف اللفه العاديه بتاعتنا على النيدل هولدر ونمسك اللوب الاخير اللي باقي ده ونشد. وبالتالي قفلنا الجرح بغرز كونتينوس ونقص كالعاده، بنسيب من سنتي لنص سنتي. ميزه الغرزه دي ان هي سريعه جدا في الوقت، ولكن ما ينفعش تعمل على جرح تحتيه ممكن يبقى فيه انفكشن، علشان لو حصل انفكشن الجرح كله هيفتح بالمنظر ده، لان هو مقفول تقريبا بعقده في الاول وعقده في الاخر بس. اما الغرزه الكونتينوس لوكد وهي بتبقى نفس الطريقه بالظبط، بناخد غرزه سيمبل عاديه بالمنظر ده ونربط عادي جدا، وناخد بعد كده نخش في ايدج، نرفع الايدج ونخش فيها، نطلع في الجاب،
يخش في الجاب ويطلع في الايدج الثانيه قدامها. ولكن بدل ما بنشد الخيط لغايه الاخر بيبقى عندنا لوب، بنخش من جوه اللوب ناخد الابره بتاعتنا وندخلها جوه اللوب، فبالتالي بقى عندنا غرزه جوه لوب، وهي دي اسمها الغرزه اللوكت بالمنظر ده كده. لما نيجي نفك الغرزه اللي احنا عملناها بنمسك في ايدينا النانتوزد او اللي هو الجفت اللي من غير سنان والمقص بتاعنا، بنمسك الغرزه بالمنظر ده كده، بيبقى عندنا طرف القطعه بنخش فيه بالمقص بالتب بتاعه المقص ونقص الغرزه ونسحب بالتوزد بالمنظر ده كده، وكده تبقى الغرزه اتفكت. بالنسبه للغرزه الفيرتيكال ماتريس لما نيجي نفكها بنمسك برضو بنفس الطريقه كده ونشوف اللمب ده ونقصه ونشد الخيط من العقده بتاعتنا بالمنظر ده. لما نيجي نتكلم على الغرزه الفيجر اوف 8، اول حاجه هنرفع الايدج بتاعتنا بالتوزد وناخد نص سنتي في الايدج ونطلع في الجاف ونص بين التو ايدجز، نشد الخيط بتاعنا بالمنظر ده، نمسك الابره، احنا خدنا نص سنتي في نفس الليفل بالظبط، ناخد نص سنتي كمان نخش جوه الايدج ونطلع، نخش جوه الجاب ونطلع في الايدج بالمنظر ده كده. الفرق بينها وبين الغرزه الماتريس ان احنا هنا هنقلبها باك هاند زي ما احنا عارفين في الغرزه الماتريس ونخش بيها، اما هنا لا مش هتبقى باك هاند، هيبقى طبيعي جدا في غرزتنا زي ما بناخدها، نرفع الايدج وناخد قدام شويه ونطلع في الجاب بين التو ايدجز، وبعد كده نرفع الحافه الثانيه ونخش في الجاب ونطلع في نفس الليفل. مهم جدا ناخد نفس البايت في كل الغرز، مش شرط فيجر اوف 8، اي غرزه مهم جدا ناخد فيها ايكوال بايتس فروم تو ايدجز. ادينا شفنا كده بقت بالمنظر ده، بقت واخده فيجر اوف 8 زي ما احنا شايفين، وبنربط زي ما احنا متعلمين بالمنظر ده كده، ونقص الخيط زي ما احنا اتفقنا من نص سنتي لسنتي عشان لما اجي افكها بعد كده. لما نيجي نتكلم عن البنج، دي خطوه مهمه جدا قبل الخياطه، دي اللي بتضيع الاحساس بالالم. الماده اللي بنستخدمها اسمها ليدوكين، وهي دي مخدر موضعي لوكال انستيزي. بنملى سرنجه بالمنظر ده كده، نفتحها ونخش جوه حافه الجرح بالمنظر ده، مهم جدا نعمل ساكشن قبل ما نخش عشان ما نكونش داخلين في عقده، ولما نتاكد ان الدنيا تمام نبدا نحقن واحنا طالعين واحده واحده بالمنظر ده كده. وهكذا نيجي عند اخر نقطه وصل لها البنج، نخش منها جوه حافه الجرح ونسحب، وبعد كده نبدا نحقن واحنا طالعين، ونكرر الحركه دي في كل الجرح لغايه ما يتاكد ان الجرح خلاص بقى كله محقون بالمخدر الموضعي. نستنى عليه من دقيقه لدقيقتين، وبعد كده نعمل تيست نتاكد ان البنج بتاعنا تمام، وبعد كده نبدا الخياطه على بركه الله. نقطه مهمه جدا لما نيجي نقفل سرنجه البنج، يستحسن نرميها في السيفتي بوكس على طول، اما لو مضطرين نقفلها نقفلها بوان هاند تكنيك، ان احنا نحط الغطاء على الترابيزه بالمنظر ده، ندخل فيه السن كده، وبعد كده نوقف، وكده تبقى السرنجه اتقفلت. لما نيجي نتكلم عن انواع الجروح، احنا بنقسم الجروح بصفه عامه لمجموعتين كبار، مجموعه اللي هي كلوزد او الجروح المقفوله، ومجموعه اوبن اللي هي الجروح المفتوحه. لما نيجي نتكلم على الجروح اللي هي كلوزد، اول حاجه هنبص عليها هي حاجه زي الكونتيوجن او الكدمات، زي ما باين في الصوره دي، بيبقى في زرقان بسيط كده من غير ما يكون في قطع في الجلد. تاني نوع من الجروح المقفوله حاجه زي الهيماتوما او التجمع الدموي، وزي ما احنا شايفين في الصوره كده بيبقى في تجمع دموي ولكن برضه مفيش قطع في الجلد. لما نيجي نتكلم عن الجروح المفتوحه، اول نوع هو الانسجن، وده بيبقى بآله حاده سواء كان سكينه او موس او مشط الجراح في العمليات، ويبقى بالمنظر ده كده. تاني نوع معانا هو اللاسريتد او الجرح المتهتك، وده بيكون نتيجه الاصابه بشيء بلانت، حاجه مش حاده، وغالبا بنشوفه كتير في الحوادث. تالت نوع معانا الستاب ووند او الجرح اللي بيتعمل بحاجه زي سكينه، ده بيبقى جرح واخد كذا طبقه من طبقات نسيج الجسم زي الجلد وما تحتوي بقى، سواء النسيج العضلي وممكن يوصل لغايه العظم. رابع نوع معانا هو الامبيوتيشن او البتر، وده بنشوفه كتير جدا في